الثاني والمرور والمحاولة لصالح باريس سان جيرمان. الهدف الرابع، الهدف الرابع، الهدف الرابع يأتي، الهدف الرابع يأتي هنا لباريس سان جيرمان بقليل من المجهود وكثير من الأهداف. باريس سان جيرمان لا زال يمطر شباك شانغهاي من خلال هذه المباراة. لاحظ معي التسلل لم يكن موجودا، ولكن موسى سيساكو من بينهم تسلل.